نظمت جمعية الإخاء للأشخاص المعاقين بوجدة وقفة احتجاجية مطلبية أمام مقر ولاية الجهات الشرقية، ووقفة ثانية أمام مقر الجماعة الحضرية. المطلب الأساس للجمعية هو الحصول على مقر قار لها، وهذا مطلب تؤكده فاتحة بوزياني رئيسة الجمعية من خلال هذه المقابلة بحديقة للعائشة، أين تتخذ لها ما تسميه مقرا في العراء. نتابع هذا الروبورتاج المصور لنفهم بعضا من انشغالات جمعية الإخاء للمعاقين بوجده. فتحي أبو زياني، رئيس جمعية الإخاء للأشخاص المعاقين بولاية وجدة أنكات. حنا المشكل ديالنا هو المقر. حنا اتصلنا بسعادة الوالي على هذا المقر اللي كان مهجور، وكان مكتوبين السماوات تاع الجمعيات. كان الجمعية الإسبانية، والجمعية كانت الأول الناقضة الحركة الشعبية نهار الأول، واسمية. وحنا شتنا خاوي، ودنا عليه طلاق من 2010، وحنا دايرين عليه الطلاق فوق ما طلب لي لقيته من كان حدوش. والطلب من قلنا من دنا كتبنا الطلب ودفعناه، وقلنا الرئيس باش يعطيه لنا، الرئيس حدوش ما بغاش يعطيه لنا. ولينا من ولا رئيس الجماعة عمر حجيرة، درنا له شحال من طلب عليه، وكان داين الأسماء هنايا لأسماء الجمعيات، ولكن ما كينشطوش فيه. كان جمعية تاع السباغة، وجمعية الإسبانية، وشي جمعية أخرى مانيش عاقلة عليها. نقابة. المهم مدنا عليه الطلب ما بغاش يعطيه لنا. نضنا حنا يا دنا سعادة الوالي واحد المراسلة في 2012 شهر 12 17، دنا له طلب وقلنا له سعادة الوالي حنا مرميين في ربك هذه 14 عام، وحنا مرميين وحنا من خريج جمعية الشبيبة المعوقة عند حورية عضاد اللي طردتنا، وحنا مرميين في ربك هذه 14 عام وحنا مقهورين. الشتا فينا والعجاج فينا والبرد فينا والشمس، وتا واحد ما سمعنا، وتا واحد ما مدنا يد المساعده. حنا مقهورين بالمقر، بلا المقر ما نقدروا نديروا حتى شي حاجه. الباب اللي دقينا لها واللي مشينا لها باش يعاونونا، اللي قلنا خاصكم يكون عندكم المقر. حنايا واش هاد الناس واش راهم يعاونونا ولا راهم يتعاونوا علينا؟ حنا بغينا نعرفوا هاد اليد الخافيه اللي راها ما تخلاتناش باش نزيدوا لقدام، والخدمه ديالنا باش تبان. حنا كان هذا النداء ديالي كنوجهه للمسؤولين اللي من وجده الى الرباط. هذا النداء ديالي خاصه يوصل، وبغيتو يوصل لصاحب الجلاله، لان احنا مقهورين والمقر ما عندناش. بغينا يكون عندنا حتى مقر فين نجيبو، فين تكون ندير الانشطه ديالنا. عندنا بنات معلمات يديروا الخياطه، يديروا عندهم اي حاجه يديروها. دونك هذا هو يعني الفضاء الرياضي، نسميه فضاء رياضي. هو الفضاء الرياضي اللي عاوننا فيه سعاده الوالي والرئيس تاع الجامعه الحضريه، واعطاوه لنا. كنا في واحد البلاصه اخرى وبدلونا لهذ البلاصه، ودرك هذا النادي هذا وعدونا باش يصاوبوه لنا وما كملوش الوعد ديالهم. جا عندنا هنا سعاده الوالي وجا عندنا الرئيس هنا وطلبنا لهم حوايج، قال لك غادي نديروا لكم كرافي وغادي نديروا لكم هنا باش لي بول دوك الحديد. حنا كنلعبوا الكره الحديديه، الا ضربت شي كره تقدر تهرس شي واحد ولا تهرس هذا التريطوار اللي هنايا. قال لك غادي ندير لكم دي باريار وندير لكم التوفنه تاع الارض، ما دارولناش داروا لنا الاناره ما كملوش، ما شعلوهاش الاناره كاينه بصح ما شعلوهاش. درنا اليوم الوطني ديالنا، اليوم الوطني اللي كندار واحد مره في العام،
هنايا باش غادي يشعلوا لنا الاناره ما شعلوها لناش حتى تقربت باقيه ربع ساعه ولا الحفله باش يبدي عاد شعلوها وغير شعلوها وغير كملنا طفاوها طفاوها علينا. واش حنا هاد النادي واش هاد المعوقين ما عندهمش الحق حتى في الاناره؟ ما عندهم الحق لا في المرحاض لا في الاناره لا في اي حاجه. هاد حنا سيدنا كيشجي حد الفئه هاد المعوزه كيعطيها واحد الدعم كبير، ولكن هاد السلطات كتهرسهم هاد المعاقين حتى حاجه ما توصل. حنا كنطلبوا هاد النداء، كنستدعيوا لجلاله الملك باش يشوف هاد المنكر اللي راه واقع هنا في مدينه وجده. هنا في هذا المكان هذا هو المكتب ديالنا، هذا هو المكتب ديالنا فين كنصاوبوا البطائق ديالنا، وهنا كنديروا البطائق المنخرطة. ما عندناش شي بلاصة من غير هادي، هنا دايرينها ضمة ودايرينها حنا كراسة اللي هنا دايرينها حنا مكتب باش كنكتبوا هنا وكنديروا المنخرطين ديالنا هنا. واش يعقل أن صاحب الجلالة كيوصي على هاد الفئة المعوزة وكيقول وكيوصيهم وكينظرهم عليهم وهما حارمينهم حتى المقال في خدموا لهم بطاقات دياولهم وفين كيخفيهم؟ حنايا هنايا موجودين بحديقة لالة عائشة بوجدة، هذا هو المكتب ديالنا. وفي واحد الاجتماع كنا درناه مع السيد الوالي قال لك جلالة الملك قال لي 4 تاع المرات وصاني 4 تاع المرات اياك والمعاقين اياك والمعاقين، قالها كلشي للناس اللي كانوا في ذاك الاجتماع او ياكلوا معاقين 4 تاع المرات وكيوصيهم على المعاقين باش يتهلاو فيهم. ولكن احنا نشكروا الامن الوطني اللي كيساعدنا هنا في هذه الحديقه اللي داروا الحمايه ديالها وفوقاش ما طلبناهم كيجيو ونفضل ديالهم ونفضل الجمعيه هاد البرك نبقى ونطلبوا من المواطنين باش يدخلوا لهذا البرك ونشوفوا باللي البرك ما بقاش البرك تاع بكري، البرك تبدل. إذا الأمن موجود مزيان؟ الأمن موجود وشتا هي خص الأمن خص يكون ديما. كنوجه النداء ديالي إلى صاحب الجلالة والمسؤولين وكان صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده، وكنقولوا له سيدنا احنا موجودين بحديقة لالة عائشة، هذا هو المقر ديالنا وحنا محقورين وزورنا وشفنا واش الحالة ديالنا من تجي لمدينة وجدة هو عندنا، وشفنا الحالة اللي رحنا فيها لا مقر لا دعم لا منح لا 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 استفادة لا حتى شي حاجة. الباب اللي دقينا فيها ودقينا فيها ما كان حتى شي حاجة. كنطلبوا منك ومربي تشوف الحاله ديالنا اللي رحنا فيها، حنا ما باغين حتى شي حاجه اسيدنا، حنا باغين غير المقر فين نكونوا فيه ونجتمعوا فيه وفين نتعلموا فيه، حنا ما بغيناش زعمين يمدين يدينا، حنا باغين المعاقين يكون عندهم مقر فين يتعلموا، فين يتكونوا، فين يقراوا، فين اي حاجه، حنا ما بغيناش المعاق دائما يكون مد يديه ويسعى في الزوقه.